ما الذي ينتظر لبنان والمنطقة بعد عملية مجد الشمس؟ بعد ليلة البارحة كان يعني ليل الانتظار الطويل، لأنه كنا نعتقد إذا ما أراد الإسرائيليون الرد كان يجب أن يردوا البارحة، ولكن اليوم أخذت المعلومات يعني تتواصل بأن كبار الأمنيين يقولون بأنهم لا يعتزمون يعني شن حرب كبيرة على إسرائيل، وهذا بالطبع في التحليل يعني مفهوم من قبل الإسرائيليين، لأن أولا طبيعة أو هوية الضحايا البارحة تحدد يعني طبيعة الرد، وهؤلاء هم دروز وليسوا بيهود، وبالتالي يعني يقوم الإسرائيليون اليوم ولا سيما بعد نفي حزب الله وإظهاره بيان، وهذا أمر يعني ملفت بأنه ليس هو المسؤول عن هذه العملية، وإن كان يعني هناك ربما إصرار من الإسرائيلي بأنه هو من قام بهذا الفعل، ولكن ربما يريد أن يبرر حزب الله وأن يقول ربما إذا فعل هذا يكون بالخطأ، ولكن يحاولون الإسرائيليون أن يستغلوا هذا الأمر ولا سيما عبر الاتصالات التي يقوم بها حزب الله اليوم مع جميع ربما الأصدقاء الدوليين، يحاول أن يستثمر الإسرائيليين هذا الحدث بأن يضغطوا على حزب الله بأن يتراجع عن الحدود المسافة التي كانوا ربما يعني يتحدثون فيها في المفاوضات وهي 10 كيلومترات أو ربما غيرها، لكي يضمنوا عودة النازحين إلى المستوطنات قبل بدء المدارس. لذلك ربما يعني نعتقد بأن التطورات لن تفضي إلى تطورات عسكرية كبيرة رغم كل التهديدات الإسرائيلية، ولكن ربما يكون الرد نوعيا بضربات نوعية، لأنه حتى اليوم أصبح واضح بأن كان هناك التطور رد أيضا، ربما غارات إسرائيلية استهدفت العمق اللبناني. هل تعتقد أن إسرائيل قد تكتفي ربما بهذا الرد ردا على حادثة مجد الشمس، أم ربما ستكون هناك ردود أخرى؟ الجانب الإسرائيلي تحدث حتى اليوم بأن هذه الغارات هي غارات طبيعية تحدث وهي ليست بالرد على الحادثة البارحة، ولكن بالطبع يعني كنا نقول بأن التفوق التكنولوجي أصبح واضحا للعدو الإسرائيلي على حزب الله طيلة هذه الحرب، فربما هو يستطيع أن يكسب أكثر إذا ما قام بضربات نوعية على الحزب، ويستطيع أن يحقق نقاط أمام الرأي العام الإسرائيلي في هذا المضمار، ربما أكثر من أن يقوم بشن حرب برية سوف بالطبع يعني تؤدي إلى خسارة له ليست بقليلة، لأن بالطبع مع حزب الله يعني الحرب البرية هي أصعب من أن يقوم باصطياد قادته كما يقوم اليوم وبالتكنولوجيا التي يملكها ولا يملكها حزب الله، وبالتالي هو لديه اليوم ورقة رابحة بهذه العملية البارحة بأنه يقوم بالضغط دبلوماسيا اليوم، وحزب الله ينصاع وربما يخضع بعض الشيء، لأن كما يعني من البيان الذي أصدره وتوالى بعدها الحكومة اللبنانية التي أيضا يعني استنكرت هذا الاعتداء، وهذا أمر أيضا لأول مرة الحكومة اللبنانية يعني تصدر بيانا، وهذا بالطبع يعني تدارك، وإذا لم نقل ربما بطلب من حزب الله ولكن تدارك منها بأن هذه العملية سوف ربما تؤدي إلى حرب شاملة في لبنان، وكل هذه المعطيات تدل على أن بالطبع حزب الله لا يريد حرب شاملة.